ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما قلنا لكم كده في اول الحلقه ان احنا الفقره دي هتبقى مهمه جدا جدا، لان احنا هنتكلم عن حاجه يمكن اول مره تتعمل فعلا، وهو اول مسلسل وعمل فني يتناول ذوي الهمم ويكون ابطاله كمان من ذوي الهمم. اول مره هنشوف سيناريو وحوار واخراج، وهنشوف رقص، وهنشوف غنى، وهنشوف تمثيل فعلا من ناس يمكن دايما كلنا بنقول ان ربنا ميزهم بميزات مختلفة كتيرة عن الناس التانية، ويمكن هما كمان الرسالة من وراء المسلسل ده ان هما يقدروا يعملوا كده. وكمان اول هدف من الاهداف ان هو لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وده طبعا وفقا لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان اتجاهات الحكومة الفترة اللي جاية. عشان كده احنا منورنا صناع وابطال المسلسل، منورنا بطلة او احدى بطلات المسلسل اميره الحربي القمر الجميله اللي منورانا. اهلا بيك يا اميره، منورانا. وكمان مخرج العمل استاذ محمد الانصاري، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. مسلسل قضيه 404، اخباركم يا شباب؟ الحمد لله كله تمام. ايه الجمال ده؟ يعني اعاكس ولا اعمل ايه؟ يعني عندنا ما شاء الله يعني عروسه جميله، وهي فعلا جميله، ومعنا جان كده وحاجه يعني حاجه محترمه وحلوه قوي، يعني الله اكبر. ربنا يخليك. كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم. لكن قول لي انصاري، يعني انت ده مكانك انبوكس، يعني طبعا احنا كنا موجودين قبل كده هنا مع بعض في البرنامج، واتكلمنا على الفكره بتاعتك انك كنت بتفكر فيها وقتها ان انت عايز تقدم حاجه خاصه لذوي الهمم، والحمد لله اتنفذت. الحمد لله. قول لي بقى الفتره دي عملت ايه؟ زي ما حضرتك عارف احنا بقالنا سنه بنفكر في الموضوع. طبعا. كان نفسنا ان احنا نوصل ان احنا نعمل مسلسل ابطاله من ذوي القدرات الخاصه. طبعا. ده كان صعب علينا جدا. ابتدينا نحضر، انا اكتشفت مؤخرا لما كنت معاك من 7 شهور ان انا كنت بحضر للمسلسل وبقالي سنه بحضر ليه وبكتب، يعني رمضان. طبعا. اللي فات زي دلوقتي كنت بكتب وكنت برسم يعني خيالي كله، انا والسيناريست كنا بنكتب الخطوط العريضه بتاعه المسلسل وهنناقش قضايا ايه في المسلسل. والحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا ان احنا دلوقتي وصلنا ان احنا خلصنا تصوير، فيعني الحمد لله. ليه سميته يعني قضيه 404؟ ليه الاسم ده؟ حضرتك لما بيحصل حاجه على الموبايل بيجي لنا ايرور 404، احنا ما بنبقاش عارفين ايه 404 ديت، ايه اللي حصل. الناس اللي في السيستم او المهندسين اللي عاملين السيستم دوت بيبقوا عارفين الخطا فين. فاحنا دلوقتي عندنا حاجات كتير جدا في ذوي القدرات الخاصه في قضاياهم احنا ما نعرفش عنهم حاجه. احنا ندخل في التفاصيل بقى في المسلسل. تفاصيل كتير، واحنا بنناقش قضايا كتير جدا في المسلسل، مش قضيه او اثنين او ثلاثه، لا هم 12 قضيه لذوي القدرات الخاصه. حلو قوي. طب يعني نخش بقى ونتكلم كده بقى مع اميره ونقول لها يعني يا اميره انت منورنا يا اميره. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ الحمد لله. ليه اميره بقى يعني ازاي اشتركت في المسلسل، وكمان بقى يعني كلمينا اكتر عن التواصل ما بينك وبين انصاري تم ازاي؟ انا عرفت الاول المسلسل، حد من صحابي بعت لي الاعلان بتاع المسلسل، وانا بعت للسيناريست استاذ رامز. تمام. وهو شاف فيديوهاتي وحبها قوي ورشحني للاستاذ محمد، وبعدها بقى ابتديت اتواصل معاه. وجات لنا الاوديشن وكانت كاستنج. عملت كاستنج وبعد كده اوديشن على الدور، والحمد لله كانت من افضل الناس كمان. طب ايه دورك بقى؟ كلمينا عن دورك في المسلسل. انا بعمل دور سلمى. سلمى من اسره مستواها الاجتماعي فوق المتوسط، دلوعه باباها ومامتها، وعندها احلام كتيره قوي، وعندها اراده وواثقه في نفسها جدا، وواثقه انها توصل لاحلامها. طب انا عايز اعرف برضو اكتر، يعني انت بتدرسي ايه؟ عندك كام سنه؟ بتحبي التمثيل من امتى؟ بتحبي مين من الفنانين؟ كل ده مش هنسيبه يعني. انا عندي 19 سنه. تمام. انا حاليا في ثانيه ثانوي. حلو. وقفت دراسه فتره بسبب ظروفي الصحيه. بس بعد كده احسن الاول ولا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بحب جدا جدا الاستاذ احمد حلمي واستاذ محمد صبحي واستاذ تامر حسني، بحبهم جدا جدا، ونفسي ان هم يشاركوا كمان معنا في المسلسل ان شاء الله في الجزء الثاني. نفسي ان هم يعني نقابلهم وكلنا انا وابطال المسلسل وكده ان شاء الله. ده بختهم. يا بختهم الاستاذ محمد صبحي والاستاذ احمد حلمي والاستاذ تامر حسني ومين تاني؟
واستاذه دنيا سمير غانم. والاستاذه دنيا سمير غانم يعني فنانين مصر الجمال. والفنانه ليلى علوي طبعا الجميله. كل الفنانين كلهم ان شاء الله طالما طمعين في حاجه هتتحقق اكيد والله يا اميره. طيب المسلسل بقى يعني هو تفصيلاته ايه؟ يعني 15 حلقه 30 حلقه ولا مطول وسبعة جزء تاني كده؟ عايزين تفاصيل كده يا محمد. حاضر. طلع لنا من جوه المسلسل ده على الهوا حصري. احنا بقالنا سنه بنكتب. اللي كتب سيناريو الحوار الجزء الاولاني هو رامز عباس اصم ناطق. انا اخترته وهو معايا في المبادره، وهو مناصب تنفيذي مبادره عالم موازي. الولد ده بيكتب حلو جدا. اول مره قابلته من سنه ونص اوقات المبادره. قال لي انا عندي قضيه. فقلت له قضيتك ايه؟ قال لي قضيتي ان انا بخبط على بيبان كتير جدا ومحدش بيسمعني. وانا بكتب حلو جدا. قلت له يبقى دي اول قضيه عندي. فابتديت من هنا افكر اعمل ايه عشان خاطر البني ادم ده. الله. بس لما جيت اخش لذوي القدرات وللمجتمع ده نفسه اكتشفت في حاجات كتير جدا ما اعرفهاش. في داخليات وفي صعوبات وفي عقوبات وفي فرح وفي سعاده وفي تحديات كبيره جدا احنا ما نعرفش عنها حاجه. فمن هنا ابتدينا نقرر ان احنا نكتب مسلسل. ولا في انتاج ولا اي حاجه، احنا مجهودات ذاتيه. وانتجنا المسلسل انتاج ذاتي، انا اللي انتجته انا وفريق العمل. وده كان صعب لان احنا عاملين كواليتي كويس جدا وعاملين كل حاجه زيها زي اي مسلسل. وابتدينا من سنه نكتب. الجزء الاولاني استاذ رامز عباس اللي كتب. الجزء الثاني معانا استاذ محمد الصباغ حد من نورمال، وكتبنا وان شاء الله هنكتب الجزء الثاني. طب وكم مكملين. حلقه؟ كم حلقه؟ من 10 15 حلقه الجزء الاولاني، عشان خاطر بس كان ظروف الانتاج صعبه علينا شويه، لان احنا في البدايه كان في مؤسسات وفي حاجات هتبقى معانا في الانتاج، بس للاسف اول يوم تصوير كله اتخلى عنا. فاحنا كان هدفنا وحلمنا يا نكمل احنا بارادتنا وما نكسرش فرحه الاولاد دول كلهم طبعا، يا نقف ونبقى زي اي حد حلم وخلاص فقد حلمه. فانا بالنسبه لي انا والاولاد كلهم لا، احنا عندنا عزيمه واراده يمكن تعدي العالم كله. فقلنا هنكمل. لا هتكملوا ان شاء الله. وعلى فكره يعني موضوع من 10 ل 15 حلقه انا شايف ان ده شيء كافي جدا. هو المشاهد مش عايز اكتر من كده. وعلى فكره ده اللي بيتم دلوقتي اصلا كمان في المسلسلات الكبيره، يعني لسه يوسف الشريف اهو الفنان الجميل طبعا هيبدا مسلسله يعني، فاهم؟ اقصد ان احنا خلاص بقت الجرعه اللي احنا محتاجينها تتلخص في التوقيت ده اللي هو من 10 ل 15 حلقه. لكن نقعد بقى نماطل بقى وان مش المشاهد بيمل من الكلام ده طبعاً. وبينفر ما دام الاحداث مش القضايا اللي بنناقشها او الرساله. طبعا احنا بنناقش 12 قضيه، ال 12 قضيه ماشيين برلل مع بعض كلهم مع بعض. 12 قضيه باسر مختلفه. احنا معانا 35 حد نورمال و22 او 25 ذوي قدرات. فاحنا حوالي 50 حوالي حاجه و60 مع كاست العمل احنا 70 80 شخص. ف 70 80 شخص صنع مسلسل بدون يعتبر انتاج ذاتي ومجهودات ذاتيه. ده صعب صعب جدا علينا، بس الحمد لله والدي بصراحه واقف معانا جدا لما عرف ان الناس اتخلت عننا، قرر ان هو دعمنا والحمد لله هو دعمنا فعلا. لا والدك كتر خيره الحمد لله، لازم اديله حقه. هو قال لي، هو قالها لي، قال لي القضيه مش قضيتك انت كابني، القضيه قضيه ذوي القدرات وقضيه اكبر منك بكتير. ان انا ما اقفش معاه، لو انا مش هقف معاك في غيري مليون واحد هيقف معانا، وهو كان اول واحد بصراحه واقف معانا. وهي فكره الدمج عامه دلوقتي بقينا نشوف في الاعلام، بقينا نشوف الرياضات، بنشوف الكوره، بنشوف كل حاجه فيها دمج. ففعلا احنا فعلا محتاجين عمل فني يعكس الصوره دي ويوضح قد ايه الدمج ده مهم لينا وليهم. ده حقيقي. من ساعه ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بيهم، احنا لولا ان هو اهتم احنا ما كناش هنهتم. انا ليه فكرت في فكره مختلفه؟ ليه فكرت ان انا اعمل عمل مختلف او يبقى فيه انسانيات وفي نفس الوقت فيه نجاحات؟ عشان هو ادانا التارجت. في قوانين كتير جدا في السوشيال ميديا وميديا عموما لما بنناقش اي قضيه او مجرد فيديو بيوصل للناس. طيب احنا ازاي هنطالب بالدمج واحنا ما بنعملش الدمج؟ انا كمواطن ممكن اعمل ايه؟ اللي اقدر اعمله كحد كمخرج عمل صغير لسه بيبتدي حياته، ممكن اعمل فيديوز، ممكن اعمل مسلسل، ممكن اعمل حاجات بحيث ان يبقى في دمج حقيقي، بحيث ان انا اوصل صوتهم للناس. انا مجرد حاجه بتساعد الفئه الجميله ديت الموهوبه فعلا يمكن اكتر مننا بكتير انها توصل لاحلامها، واحنا بننجح معاهم. هقول لهم احنا مش هننجح. انا حاسه ان هي مليانه تمثيل جداً. موهبه يعني مش شريهه شريهه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب اميره كلمينا بقى، انت اكتشفتي امتى حبك للتمثيل؟ انا من زمان وانا صغيره بحب امثل قوي، بس ما كنتش اعرف ان انا بعرف امثل. يا دوب عرفت من 3 سنين تقريبا. بس عرفتي ازاي؟ بدات انزل تيك توك، اعمل فيديوز بنزلها قدام صحابي بس، ما كنتش بنزلها قدام حد تاني.
هم بقى قعدوا يقولوا لي ان انت بتعرفي تمثلي كويس قوي، وكل الناس اللي حواليا قعدت تقول لي كده. بس بعدين بدات انزلها بابليك، وبعدين ناس كتير حبت تمثيلي وقالوا لي ان انا موهوبه. وقتها انا عرفت. انت عارفه يعني انت بتتكلمي دلوقتي انت موهوبه كده، عارفه وهي بتتكلم صح، في موهبه. أيوة بيبان. أيوة. في اداء في الكلام حتى، الطاقه اللي بتطلع من طريقه الكلام بشكل معين كده، عارف انت في عفريته داخليه جواها كده هي ماسكاها محجماها شويتين ثلاثه. فيروز بيبان، بيبان في الكواليس على فكره. طب عايز اسالها بقى، يعني انت بتمثلي بس ولا بتغني كمان؟ شكل صوتك حلو. لا مش بغني بس. هو انا برسم، موهبتي الاساسيه الرسم قبل التمثيل. عظيم جدا. طيب أميرة كلميني كده عن حياتك، وكلميني عن دعم بقى الأسرة عندك، أخبارهم إيه، وإزاي كمان برضو أنت الحمد لله يعني ربنا يا رب كده يكملك، وأنت الحمد لله يعني جمالة الجميلات أهو، وموهوبة وثابتة ومكملة على اللي أنت فيه حتى بموهبتك. أول حاجة أنا أهلي أكتر حد بيدعمني في الحياة، ربنا يخليهم. ماما وبابا وإخواتي ما بيوقفوش قصادي في اي حاجه، دايما معايا، بيسعوا قبلي اصلا ان انا اوصل لحاجات كتير، وبشكرهم جدا على كل حاجه انا وصلت لها بسببهم بصراحه. يعني عايز اقول لك ان اسرتها كل اسر الاولاد بيهتموا بيهم اكتر من اي حاجه، يعني بنيجي ساعات وقت تصوير 48 ساعه. هي اميره من المنيا، والدها او والدتها بيجوا بيفضلوا قاعدين بال 12 وال 13 ساعه عشان بس يبقوا فرحانين، شايفينها انا فرحانه. فانا بشكر كل الاسر، طبعًا كل اسر زوجي. لهم التحيه من البوكس ليهم، يعني كل الدعم اللي هم بيقدموه لكم، ان انتوا حاجه جميله جدا واحنا فخورين جدا بيكم والله، وفعلا بالعمل، لانه دي حاجه حلوه جدا. وانا بحييك يا محمد ان انت تركز على وتسلط الضوء على قضيه زي دي مهمه جدا من خلال عمل فني. اعتقد بعد كده هيبقى فيه اعمال فنيه كتيره جدا، وانا حابب يبقى فيه اعمال كتير حتى بعيد عننا، يبقى بيبتدي الميديا تفكر ازاي ذوي القدرات عندهم مواهب وقدرات اكتر مننا. عايز اقول لحضرتك في اللوكيشن احنا كنورمال ساعات بنتعب، تيم العمل ساعات بيقع، والله العظيم اللي عنده اراده ذوي القدرات بيطلعوا المشهد وبيبقوا حافظين الراكور وحافظين الكلام احسن مننا. انا ساعات انا مثلت معاهم على فكره، ساعات انا بقع فببقى مبسوط ان هم اللي بيقوموني، فدي حاجه بتبقى بسطاني جدا جدا جدا. لا دي حاجه هايله قوي. طيب يعني نتكلم عن المشاهد، ايه اصعب مشهد عدى عليك او نفذته؟ اصعب مشهد عدى عليا وتاثرت بيه ولد من ذوي القدرات، هو حبيبي عبد الرحمن عرام، هو اعلام برضو. كنا بنعمل مشهد احنا واخدين حاجات من الحقيقه شويه من الواقع شويه، فهو كان متعلق بوالده جدا جدا، والده متوفي، ففي مشهد كان بيكلم صوره والده وبيقول له اللي نفسه يقوله له دلوقتي بعد ما وصل لكل دوت. عبد الرحمن حبيبي، عبد الرحمن كان ضيفنا هنا، وعبد الرحمن يعني من بنها. صح كده. وعبد الرحمن يعني نورنا هنا، وكان من ضمن امنياته ان هو كان عايز يحضر مؤتمر للسيد الرئيس الحمد لله، وكان نال الشرف ان هو قدم من ضمن الشباب حفل بتاع قدرهم باختلاف المؤتمر يعني، واغلبيه اللي كانوا موجودين وقتها الحمد لله الدوله استجابت على طول، وكانوا متواجدين الحمد لله، وكانوا الناس كلها شافتهم الحمد لله، وقت يعني العالم كله كان بيسقف لهم الحمد لله. الحمد لله. عايز اقول لك يعني انت بتقدم دور فعلا محترم جدا، وكتر خيرك، وطبعا تحياتي للوالد يعني بجد فعلي. شكرا جدا ليك ودايما لدعمك ليهم. بس برضو انصاري عايز اعرف منك ايه الملفات اللي انتوا ركزتوا عليها؟ اكيد الحياه زمان بالنسبه لذوي القدرات الخاصه كانت ممكن صعبه بشكل كبير وواضح قوي. اكيد الفتره اللي فاتت وبالاخص بعد 2015 الامور هنا اتحط لها معايير جديده ومعايير اخرى. عايز اعرف منك ايه اللي انت ركزت عليه، وايه اللي انت كمان بتزوده من ضمن المعايير دي؟ اللي احنا ركزنا عليه في الجزء الثاني كله نجاحات. يعني اللي احنا كاتبينه كله نجاحات، واللي وصلوا ليه من بعد 2015. حل. طب قبل 2015 الاسر تعبت ازاي؟ اللي هم كان حياتهم ازاي؟ اتعرضوا لايه؟ احنا خلينا مقتنعين ان احنا في ستيل لغايه دلوقتي في تنمر وعمره ما هينتهي. فدي اول قضيه على كل الناس، مش ذوي القدرات بس، ده حقيقه. استغلال استغلال ذوي القدرات، في ناس كتير جدا، مش لازم استغلال مادي بس، لا استغلال في مواقف كتير جدا. انا لما يعني لما جينا نكتب المسلسل او القضيه نفسها او سيناريو الحوار، احنا استعنا بكل اسر ذوي القدرات الخاصه، وقعدنا مع شخص شخص وحكى لنا كل حاجه اتعرض لايه في السنين اللي فاتت دي كلها، من ساعه ما الولد اتولد
لغايه ما بقى سنه 25 و20 و30 سنه. فالحصيله اللي معانا ديت مع رامز عباس اللي هو السيناريست الاصم الناطق، عنده اصلا اوريدي اتعرض لايه وازاي لو حصل تنمر او استغلال او ما حدش قدره او ما حدش اهتم اصلا ان كزاوي قدرات عنده الموهبه ديت، كل دوت احنا عملنا حصيله جميله كده وقعدنا نفرغ حوالي 67 قصه، 67 قصه ازاي نطلع منها قضايا مشتركه عشان تبقى بمعنى اصح ازاي نعرف. فمن ضمنهم الاستغلال، من ضمنهم التنمر، من ضمنهم الاغتصاب، من ضمنهم المحسوبيه، حاجات كتير جدا. وبيتم معالجتها يعني بتقدم ولا وبتتساب ولا بيتم معالجتها؟ بص في حاجات انا مش عايز اعمل طبعا كده، انا واخده بالي برضه الحته اللي جوايا وحشه، عايز برضه تاني مره حته المذيع برضه مش عارف اتخلص منها، عارف اللي هو ايه، عايز افهم. ايوه عايز تعرف، عايز اوصل. لا احنا سايبين حاجات ما فيهاش معالجات وسايبين الجمهور او سايبين المشاهد هو هنوصل لايه. والجزء الثاني كمان في يعني الجزء الثاني مكمل للجزء الاولاني، انا شايفه مهم جدا جدا. الاولاني يعتبر تعريفي، ندي هنت او تعريفي بتضوي كده على النقط المهمه للناس ممكن ما تبقاش واخده بالها منها. يعني بالزبط. ممكن القضايا اللي انت اتكلمت عنها ممكن ما يكونش ليها معالجه، بس على الاقل نبقى واخدين بالنا ان هم كمان بيتعرضوا لاشياء عشان خاطر الناس كلها والاسر. يعني انا مثلا في اسره كلمتني في التليفون قالت لي انا ابني محبوس في البيت بقاله عمر، اخ واحد، فبقول له يعني، قال لي بابايا مش عايز يطلع الولد دوت من البيت عشان هو ذوي قدرات. طب ما دي قضيه كبيره جدا احنا ما نعرفش عنها حاجه. في قضايا كتير جدا مختلفة في المسلسل، وفي بنناقش حاجات واقعية وحاجات طبعا في خيال، احنا يعني برضو خيال درامي بقى. درامي سواء لا طبعا مزودين حاجات والدراما، بس هي معظمها في حاجات برضو في حياة ذوي القدرات. بس سريعا كده أميرة، نفسك في ايه وبتحلمي بايه؟ انا نفسي ان المسلسل ياخد حقه بجد وكل الناس تتفرج عليه وينجح، ان شاء الله هينجح ان شاء الله. وكمان نفسي ان كل الناس تهتم بالقضيه بتاعتنا ويعرفوا فعلا ان احنا موهوبين جدا ونعرف نشارك في اي حاجه عادي جدا، ومن حقنا ان احنا نعمل كل حاجه، نمثل ونغني ونتعلم ونعمل كل حاجه طبعا. وبس انت قمر نورتينا. انا عايز اقول حاجه اخيره طبعا. احنا المفروض كنا هننزل كل الجمهور بتاعنا، احنا بنعتذر له اعتذار رسمي ان احنا المفروض كنا هننزل النهارده ابتداء من النهارده اول حلقه، بس الحمد لله انا متعود، او في حاجه انا مؤمن بيها جدا، ان ربنا ساعات مش كل حلم بنحلمه بيتحقق، بالعكس ربنا ممكن بيكون ماجل لنا حاجه تانية خالص فيها خير وحاجه ومكسب لينا. واستاذ هشام سليمان المنتج الجميل اللي هو دايما بيدعمني من ساعه ما ابتديت المبادره، لما شاف القضيه وابتدى وهو مهتم بينا جدا جدا وكل الاولاد، قال لنا حرام القضيه الكبيره ديت تنزل سوشيال ميديا. السوشيال ميديا في ناس كتير قوي هتشوفها، بس ما تيجوا نحاول نخليها تي في، او نحاول انا ممكن احاول اساعدكم ان احنا نحاول نقدر لاي قناه على شاشات التي في، بحيث ان القضيه تبقى قضيه عالميه، لان هي مش قضيتنا احنا بس، هي قضيه مجتمع، هي قضيه عالم. فبشكر استاذ هشام سليمان جدا على القرار الجميل اللي هو قدمه لنا دوت. حلوه جدا وفكره فعلا حلوه، ان شاء الله باذن الله نشوفها قريب على شاشات التلفزيون باذن الله. احنا اعتذار رسمي كل الجمهور بتاعنا ان احنا مش هننزل النهارده، لا بس مقبول لانه يستاهل ان احنا نستنى شويه عشان العمل يطلع باحسن شكل، ومؤمنين جدا ان لازم الاولاد تطلع باحسن صوره، وان ان شاء الله باذن الله القضيه تكسر الدنيا والولاد ياخدوا حقهم. اهم حاجه الرساله وضحت وهتظهر اكتر الفتره اللي جايه ان شاء الله. انصاري نورتنا جدا، وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. وطبعا اميره الاميرات شكرا جدا ليك يا موهوبه. بصوا يعني مش كل دايما حاجه ممكن نفكر فيها تكون ربحيه، وطالما ان دخلنا بقى الاستاذ هشام يعني طالما قال لك كده يبقى ان شاء الله هيتحقق باذن الله، وهيكون موجود قريب جدا على احدى الشاشات الفضائيه، وهو يستحق ان احنا ندعمه، لان هو حقهم علينا احنا ان احنا ندعمهم دايما، مش بس في اماكن معينه، لا في كل شيء بقى، سياسه، فن، اجتماع، كل حاجه، كل حاجه ياخدوا حقهم ثالث ومثالث. بكره حلقه جديده معاكم من انبوكس، استنونا. باي باي. حاضر حاضر.